السلام عليكم متتبعي قناة وصفاتي السريعة. اليوم غادي نقدم لكم كيكة كوكيز الشهيرة ببيضة واحدة كتستحق التجربة ورائعة. فإلى عجبكم الفيديو ديالنا ديال اليوم ما تنساوش الإعجاب للفيديو والاشتراك في القناة، تفعلوا دائما الجرس ليصلكم الجديد. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. عندنا كمكونات في هذه الوصفة، عندي هنايا ملعقتين كبيرتين من السكر الخشن أو سكر حبيبات، ملعقتين كبيرتين من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، نصف ربع كأس من الزيت أي 50 مليلتر، بيضة واحدة، ملعقة كبيرة من نشا الذرة أو المايزينا، 15 غرام من الفانيلا، كيس من الخميرة الكيميائية من وزن 7 غرام، ونصف ملعقة صغيرة من قهوة سريعة الذوبان، ونصف ملعقة صغيرة من الكاكاو المر، وكذلك بيبي دو شوكولا والدقيق حسب الخليط. هنايا عندنا ملعقة، خديت إناء وخديت الزبدة والسكر، ضفت السكر كذلك والفانيلا وقهوة سريعة الذوبان والكاكاو المر وربع رشة قليلة من الملح لتصحيح الذوق، وغادي نخلط الكل جيدا. كنخلطو مزيان حتى كيدوب لينا الزبدة مع المكونات كتنسجم لينا مزيان، وهنا كنضيف الزيت والمقادير غادي تلقاوهم لتحت في اسفل الفيديو في صندوق الوصف، وكنخلطو مزيان. كنضيف البيضة ثم هنا غادي نضيف نشا الذرة ملعقة كبيرة ممتلئة، والخميرة الكيميائية من وزن 7 غرام، والدقيق. بالنسبة للدقيق 250 غرام ديال الدقيق غادي تاخد ليا، وصافي. هنا بعد ما جمعت العجينة نتاعي كنضيف لو بيبي دو شوكولا، وكنجمع العجينة بهذه الطريقة هذه. هنا العجينة غادي نقسمها إلى نصفين، شو كي كتكون لينة ماشي قاصحة، وصافي. هنايا غادي نبسطها في المول، إما دهنوا المول بالزبدة وترشوه بالدقيق، أو تاخدوا هاد البابي هذا نتاع المطبخ كتوضعوه في المول ديالكم، صافي. هنايا كنبسطها مزيان، وغادي في الجوانب غادي نطلع شي شويه، صافي. بهذه الطريقه هذه، اما كتاخذوا الكاس وكتحاولوا انكم تبسطوا به او بيديكم بهذه الطريقه هذه كما درت. ماشي كتطلعوا الجوانب كامله العجينه، فقط غير ربع. وهنا بالنسبه للكريمه 500 مللتر من الحليب، ملعقتين كبيرتين من الشوكولا للدهن، ولا عندكم نوتيلا تستعملوا النوتيلا. وهنايا عندي 3 ملاعق كبيره من الكاسترد او الكريم باتيسير بنكهه الشوكولا، واللي ما عندوش ديال الشوكولاته يستعمل العاديه ديال الفاني. وهنا 7 غرام ديال الكاكاو المر، ملعقتين كبيرتين من السكر الخشن. كناخذ كاسرول وكنوضع فيها المكونات، كنخلطو جيدا، وغادي نوضعها فوق النار حتى كتعقد ليا،
وصافي. هنايا من بعد المعقدات فكناخدو الشوكولا كنضيفها في الاخير. اللي ما عندوش الشوكولا ديال الدهن يستعمل قطع نتاع الشوكولا، 10 ديال القطع. وصافي كنخلط مزيان وغادي نفرغها في المول نتاعي فوق العجين. فقط كتخليوها شويه انها ديك الفوار في الاول انه يحيد، عاد كتخويو الخليط نتاعكم. وصافي هنايا كناخدو العجين المتبقي وغادي نبسطو ما بين يديا وكنوضعو بهذه الطريقه هذه. غادي نغطيه الوجه كامل. صافي بهذه الطريقه هذه ما كتخليوش نهائيا الفراغ باش ما كتبان لكمش الكريمه. كناخذوا سباتول وكنحاولوا اننا نقادوا الجوانب بهذه الطريقه هذه. كنتمنى انه الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم وكذلك انه يكون مفهوم. وبالنسبه للمقادير غادي تلقاوهم لتحت اسفل الفيديو في صندوق الوصف مكتوبين. وصافي غادي ندخلها للفرن، غادي نوضع لي بيبي دي شوكولا. بهذه الطريقه هذه كنوزعو وصافي كندخلها للفرن من التحت ومن الفوق كتشعلوه. وصافي هنايا من بعد ما طابت ليا كان هذا هو الشكل النهائي نتاع الكيكه نتاعنا. كتجي فعلا رائعه وشيشه ولذيذه في نفس الوقت. غادي نقطع نوري الشكل ديالها. من بعد ما تخرجوها من الفرن حاولوا انكم توضعوها في الثلاجه تبرد لكم واحد ساعتين على حساب الكريمه. وصافي كان هذا هو الشكل النهائي نتاع الكيك نتاعنا. في عجبكم الفيديو ديالنا ديال اليوم ما تنساوش الاعجاب للفيديو والاشتراك في القناه، تفعلوا دائما الجرس ليصلكم الجديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.